فإذن التوازن في الأمور الأخرى هو اللي بيخلي الموسيقى تفعل فعلا في النشأة وفي المسار اللي الشعوب بيهتموا فيه بالموسيقى. وكل عمر الموسيقى من 5000 سنة مبينين بالتاريخ إنه كانوا يعتمدوها في القصور وفي البيوت وفي الأسواق وفي الشوارع، كل شيء يصدر أصوات ممتعة وحلوة، يعني من غناء لعزف آلات لقرع طبول لا إلى آخره. هلا يعني مش 100% بمجرد عامل مساعد، بس إنه ما بيش 100% أمره. أكيد أنا بقول لك، أنا بقول إنه الموسيقى، أو تاخذ الجملة من هون، الموسيقى ما فينا نتعهد فيها إنه تشفي 100% من أمراض جسدية، ولكن لأنها بتفيد بالمطلق في عامل الزمن فقط. يعني أنا بقول بتشفي 100% بس ما حدا في يجرب هالتجربة. يعني أنا فينيش أقول له لواحد بدي أعالجك 10 سنين بالموسيقى، عرفتي كيف؟ فهذه الاستحالة، إنه خاصة اليوم، يعني من زمان كانوا يقولوا يعيشوا 600 و700 و800 سنة العالم، هي موضوع تاني، بنقول له عندك 50 سنة علاج. بس اليوم إذا واحد مثلا بعد 60 70 80 سنة ما أعظمها، بصير جسمه كتير حساس ورايح، وإنه ما بقى فيناش نجي نقول له بنعالجك 10 سنين بالموسيقى. بس اللي أخذهم مسبقا في مناعة جسمه وفي البنية الروحية النفسية الجسدية، هاو كلهم بيساعدوا بأي عمر كان. فإذا العلاج بالموسيقى غير مثبت إنه بفيد للأمراض العدوية نظرا لشساعة الوقت اللي بتحتاجه. بس سؤال سريع، هل صوت الإنسان كمان بيساعد بالعلاج ولا بس الآلات؟ إيه أكيد. هلأ في شغلة، الإنسان هو مركب بينما من ذاته، وإذا انجرح الجرح بيختم لحاله، هلأ بيقطبوه حتى ما يعلم بس ويصير جماليا حلو. بس إذا إنسان لا سمح الله انجرح، بس يشد على الجرح هيكي بيلتهب شوي بيعمل، بس بعدين الجسم إذا مناعته قوي بيفرزه هو بيسكر لحاله. كمان الإنسان هو اللي بذاتيته في عنده عناصر الشفاء. أنا في كتاب الصوت البشري آلة عبقرية اللي عملته سنة 2000 أصدرته، حاطت فيه انه اهمية الصوت، من جملتها الانين. هلا الانين بيقول لك المريض عم بيعن بيعمل هيك، هذا هو المنفس الوحيد عند اللي هو معرض للموت من ضغط معين انه يشفي، هو الانين اللي بيصدر ذبذبات تدخل الى شعيرات الدموية وتعيد الحيوية للجسم وتحمل الوضع اللي هو فيه. هو الانين، يعني الصوت البشري هو موجود بالإنسان. يعني إذا إنسان مثلا انضرب ليش بيصرخ؟ لشغلتين، أول شيء ليعلم الآخرين إنه لينقذوه، تاني شيء الصرخة في الجسم هي تخلق مناعة دموية بالدورة الدموية كتير قوية. يعني إذا واحد بشده بيضربوه كتير، هلأ في هول بتدربوا مصارعة بيضربوه 600 عصاية ما بينكسر في شيء ولا بيصر له شيء. ليه؟ لأنه معود يضغط ضغط النفس الكافي مع إصدار الأصوات. شد، هذا كله شو بيعمل؟ حقن في الجسم حتى الدورة الدموية توصل للشعيرات الرفيعة. الأنين هو شفاء، هو مداواة للإنسان. هذا يعني بالنسبة للصوت البشري. وضيفي على ذلك الكلام الممتع. يعني إذا واحد بيحكي مثلا، أستاذ الجامعة اللي بياخد حريته بالمحاضرات ومتكلم جيد، وهي بتشوف انه بضل صحته منيحة يعني، والحمد لله، انه لانه الحكي، الصوت، هذا الصوت عم بيهزل جسمي كله. كذلك الامر المستمع، يعني اذا عم بيسمع صوت غير ممل، انت مثلا اذا سمعتيني 3 دقايق وانزعجتي من صوتي ما فيني اجبرك، خلص يعني انا صوتي مش عم ينفع. بس اذا انت قادر تسمعيني 2 ساعة ما عم تستفيدي من صوتي كمان، هو الصوت، هو الدبدبات. وبعرفش أنا بالصوت البشري قديش في أوبرتون، أوفرتون يعني اللي حكينا عنه بالآلات السحب. أنا بقول، وهذه مش مدروسي، أنا بقول الصوت البشري أغنى من كل الآلات في الوجود بالأوفرتون.
وكل الآلات أنا حطتها بكتابي أقوال إلي إنه أهم الآلات الموسيقية هي التي تتشبه بالصوت البشري، خاصة بالمد الصوتي مثل الكمان والناي.